السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعيد سعيد عليكم يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع أكلة مع بعض أكل حلو قوي ان شاء الله يا رب هتعجبكم. هنعمل مع بعض فخدة الضن وتتبيلة ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم حلوة قوي. احنا معانا كده 3 حبات طماطم، هنقطعهم كده ونضربهم في الكبة مع بعض. بصلتين، بصلة واحدة، قرنين فلفل، حبيبي انا كده ضربت الفلفل والبصل والطماطم مع بعض. نيجي بقى نتبلهم مع بعض كده. كلهم مع بعض كده، فلفل اسمر، بودرة الزعفران، وممكن تبدليها مكانها الكركم وبس عشان اللون بس. دبس رمان، معلقتين كده، حط الملح بتاعك بقى، سبع بهارات، ورق لوري، مستكة، حبهان، خلطهم في بعض كلهم كده. ثانية واحدة، نحط مع بعض كده في السنتون، تمام.
نجيب الفاضة بتاعتنا. الفاضة دي طبعا انا غسلاها ونضفها بالملح والليمون والدقيق والجنزبيل ودعكها كويس قوي، وسبتها لمدة نص ساعة في الدقيق والجنزبيل عشان بس ايه لو فيها ريحة زفرة او حاجة ومحدش يقدر يعرف ياكل منها. بعد كده هنفتحها كده عشان تشرب من الطبولة بتاعتنا. هي دي، تحاولي بقى تدخلي الطبولة ديات كده في كل الفتحات اللي انت ده فتحتيها. الطريقة دي سيبيها كده بقى من ساعتين لثلاثة. ممكن يفضل انك انت تعمليها قبليها بالليل كده، قبليها بيوم عشان تشرب من الطبولة بتاعتها كويس قوي واللحمة تستوي معاكي وتاخد الطعم بتاع الطبولة بتاعها. بصي يا حبايبي، احنا كده هنعمل ايه صلصة المحشي. انا حطيت هنا حوالي كوباية ونص زيت، يعني حبة زيت حلوين. ماشي، نستنى لما هم يسخنوا، لازم الزيت يسخن معانا. كده ابتدى يسخن اهو، لازم الزيت يقلح. شايفين؟ بعد كده هنجيب كمية البصل، دول 3 بصلات كبار حلوين يعني. ماشي، انا عامله 5 بس انا هقول لكم الاثنين التانيين انا هعملهم ليه دلوقتي. الطريقه دي انا بستنى عليها بس لما تدبل شويه، وبعد كده بروح زيداها بالطماطم على طول. وبعد ما تتسبك معايا بروح ضيفلها بصلتين نيين. البصل ده لما بتضيفيه قبل الرز بيديكي قرمشه طعمها حلو قوي وبتبقى مسكر، بيبقى طعمها جميل بصراحه، بتديكي استراء قوي مع المحشي. في اي محشي، مش ورق العنب بس، في اي محشي انت عايزاه. بصي حبيبي، انا عايزاها تبقى كده، مش عايزاها اكتر من كده. دول 1.5 كيلو طماطم،
هنسيبها بقى كده مع نفسها تتسبك. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بصي يا حبيبي، بعد كده الصلصه وصلت للمرحله اللي انا عايزاها بالطريقه دي. هنحط عليهم بقى البصلتين اللي انا كنت قايله لكم عليهم بالطريقه دي كده، ويا دوبك تاخد غلوتين بس مع بعض. يبقى كده نقلبها كده مع بعض ونحط لها التوابل بتاعتها. يا دوب تغلي غلوتين مع بعض كده بس بعد التوابل، ونضيف لها الرز على طول. نحط لها كمون، كتر الكزبرة الناشفة بقى على قد ما تقدر، هي والكزبرة الخضراء. فلفل أسمر، ثلاث مكعبات مرقة كده عشان تديها ايه خالص حبيبي. تبقى كده هنضيف لها الرز على طول، نقلبها بقى. وافضل حاجة انك انت تسيب الرز يستوي شوية مع الصلصة عشان ياخد منها الطعم. طبعا انا قطعت الخضره وجهزتها، بصوا الطريقه دي كده. عايزه ممكن تزودي تاني صلصه تاني، مفيش مشكله خالص، لان كده كده اغلبيتها بصل. بتبقى صدقيني القرمشه بتاعت البصل دي هتديكي تيست رائع جدا، يعني وهي طعمها حلو قوي معاكي. وانا بعد ما فصلت معاكم كان عندي كام حته لحمه كده، تبلتها بملح وفلفل والبهارات، البهارات السبعه، وحطيت لها معلقتين زيت. هشوحها كده وهحطها ان شاء الله في قعر الطاجن، هنحطها نعملها مع بعض. انا لسه برضو سايبه الرز بيستوي في الصلصه، وكده خلاص هقفل عليه. اوعى تنسي الملح عشان انا نسيت الملح وحطيته. بصوا ده ورق عنب انا مخزنه عندي هنا في البيت،
ان شاء الله هعمل لكم فيديو عنه جميل جدا. بيتحط بره الثلاجة من السنة لسنة، مفيش مشكلة خالص، يعني هتجربيه وان شاء الله مش هتندمي بإذن الله. بصوا دي ورقته، وهفتح معاكم البرطمان التاني اهو. بصي محتفظ باللون بتاعه وبالورقة بتاعته، وبيقعد معاكي من السنة للسنة زي ما هو. كل اللي هتعمليه انك انت بعد ما بتطلعيه من البرطمان والمحلول بتاعه تشطفيه بمية عادية جدا وخلاص على كده، وتلفي بيه عادي مفيش اي مشكلة. كده هنشطفه مع بعض، وهرجع اوريكم ازاي نلف حبة ورق عنب مع بعض. بصوا ادي الورقة اهي كده، الناحية الخشنة دي تبقى من جوه والناعمة تبقى من بره. نعملها كده كده، الطريقة دي نلفه كده. بصوا بقى معانا كده اهو، الطريقة دي كده. هعمل معاكم صباع تاني بس. الطريقة دي هكمل بقى وان شاء الله هرجع لكم ونرص مع بعض. بص يا حبيبي كده اللحمة الفاخدة خدت راحتها قوي في التبولة كده، ليها كام ساعة، حوالي 4 ساعات ونص. ماشي، هنضيف لها حبة مية دلوقتي. انا كنت هحطها في كيس حراري بس للأسف مليتش كيس حراري ياخد الفرن كلها. هنغسلها مع بعض كده بورق فويل. طبعا انا مولعه الفرن من بدري، فرن البوتاجاز، عشان تسخن بس معانا، ان هو لازم يدخل في درجه حراره عاليه قوي. كده هنحطها الفرن بقى. بص يا حبيبي انا كده حطيت الفخده في الفرن، هتاخد حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه على اعلى درجه عندك في فرن البوتاجاز، وبعد كده هتهد عليها لمده ساعه لحد ما تستوي. هتكشف عليها بعد كده تشوفيها استوت ولا لا، لو كانت محتاجه تاني خليها كملي عليها لحد ما تاخد وش معاكي وتستوي خالص وتبقى مزبده معاكي زي الزبده. دلوقتي احنا هنعمل مع بعض الطاجنه، كان عندي كام حته لحمه كده. نعملهم بس كام حته صغيره كده على قد ال على
برضو. الطريقة دي كده صوص صباع انا فظيعة فيها في ورق العنب، هو بياخد مني وقت. هقول لكم بقى على طريقة ان شاء الله باذن الله هتعجبكم قوي وهتديكي طعم مزز كده معاه. بص حبيبي انا كده رصيت اهو، ماشي. هنعمل ايه بقى؟ دول 3 ليمونات كبار، نحط عليهم كوباية زيت زيتون، ده اللي يحبه عادي، هو اختيار مش حاجة اساسية يعني، بس هو بيدي فعلا مزازة وطعم حلو قوي لورق العنب. بسم الله. ده غير البتنجان لازم تغطيه. نحطه جوه الفرن بقى بالطريقة دي لحد ما يستوي. بص حبايبي احنا دلوقتي هنعمل مع بعض صلصة الكروسلو. انا على طول بقطعها كده على القرمة، بس بصراحة النهاردة قلت نجربها في الكبة.
كده. خلوها بالطريقة دي اهو. ممكن تجيب عليها الكرنب اللي هو برضو الأحمر مش الأبيض بس. أفرم الجزر وأرجع لكم. بصوا حبيبي بالطريقة دي كده هنحط عليهم بقى معلقة مايونيز كبيرة. الطريقة دي ثلاث معالق عسل ابيض، ثلاث معالق عسل ابيض. ممكن تحطي خل، في ناس بتحط خل وفي ناس بتحط حبة بصل كده صغيرين مفرومين ناعم قوي، فالمذاق يعني اللي يريحك. الدنيا بتشيك يا جماعة. معلش يا حبايبي انا قفلت بسرعة لان الفرن بصراحة ولعت. طاجن ورق العنب طبعا فار، فنزل الزيت على الفرن فالنار ولعت، ما اضطريت ان انا اقفل معاكم. سلطة الكروسلو معلش، ممكن عندك امكانية في لبن معاكي حطي لها لبن، في زبادي حطي لها زبادي، مفيش اي مشكلة خالص. ماشي دلوقتي هنعمل مع بعض الرز. انا الرز البسمتي خلص عندي واجازة العيد طبعا الناس كلها قافله، فانا هعمل بالرز المصري العادي. انا هنا في حله على النار حطيت فيها السمنه. هنعمل اول حاجه ايه، هنحط معاها ودين قرفه، وهنحط ورقتين ورق لوري، وثلاث فصوص حبهان، وثلاث حبات قرنفل. ده كله هنحطهم كده مع بعض، وهنحط معاهم معلقة كركم، معلقة حلوة يعني كده. نقلبهم كده مع بعض. هذا كركم كده. نقلبهم كده مع بعض بس لحد ريحة الكركم كده تتخمص مع بعضها، وبعد كده نحط لها الرز على طول. نحط معاهم مكعبين مرقة. في الأسمر الملح بتاعك طبعا تظبطيه بقى على حسب الملح بتاعك.
يتحمصوا كده كويس قوي. نحط مع بعض الرز، نحطه معانا الفلفل اهو. كده الاكل خلص، نحطه مع بعض. نحوش بقى الحاجات اللي كنا حاطينها مع بعض. مثلا بس على اتنين ما نكونش بقى ريحتها وطعمها، ريحتها كانت مفحفحة بصراحة، مش عارفة اقطع فيها حاجة. شايفين مزبدة ازاي؟ بص لما الفرن ولعت البتاع شاط ازاي. بسم الله، سيبوا بقى ينزل على مهله.
وهتقع. شوفنا هنسيبه شوية. حبيبي البصل ده طبعا انا مش برميه لانه بياخد الطعم كله بتاع ورق العنب. بصوا وادي اللحمة اهي شايفين، جربوه وان شاء الله باذن الله هيعجبكم، وقولي لي ايه رايكم في التعليقات. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وادي سلطه الكروسلو هي اللي احنا عملناها اهي برضو. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.